السلام عليكم، كيفكم يا رابع؟ كيفكم يا طلاب الحلوين؟ معكم مسري من خوالدي من مدارس الذكاء الدولية. احنا يا مس شرحنا درس من الطبيعة. اليوم يا مس رح نحل الأسئلة مع بعض، الفهم والاستيعاب. يلا يا رابع، الكل يطول قلمه ويحل معنا. صل الكلمة في العمود الأول بما يقاربها في المعنى في العمود الثاني. مظاهر: جرداء، مكسوة، باهتة، متباينة. نلاحظ مظاهر أشكال، مظاهر أشكال. جرداء خالية، مكسوة مغطاة، باهتة شاحبة، متباينة مختلفة، متباينة مختلفة. ننتقل يا مس ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. معنى كلمة حكيم في طلب حكيم إلى أبنائه تأمل الطبيعة، أي ذو رأي سديد، ذو رأي سديد. ورد في السطر الأول من الدرس كلمة بمعنى النظر والتفكير العميق، وهي بمعنى التأمل، بمعنى التأمل. ماذا طلب الحكيم إلى أبنائه؟ ماذا طلب؟ التأمل في الطبيعة في إحدى الغابات. التأمل في الطبيعة في إحدى الغابات. متى ذهب الابنان؟ الثاني والثالث إلى الغابة. الثاني في وقت الربيع والثالث في الصيف. الثاني في الربيع والثالث في الصيف. كيف وصف الابن الأول الغابة؟ كيف وصف؟ كانت فروع الأشجار جرداء خالية من مظاهر الحياة وتعصف بها الريح. كانت فروع الأشجار جرداء خالية من مظاهر الحياة وتعصف بها الريح. الأشجار باهتة اللون وأوراقها الصفراء تغطي الأرض. ماذا في أي فصل يامس؟ في أي فصل؟ في فصل الخريف. الأشجار محملة بالثمار المتنوعة، أي فصل يامس؟ فصل الصيف. في فصل الصيف. هيك يا مس احنا بنكون اعطينا الاسئله. يعطيكم الف عافيه يا رابع.